نتكلم على سكان القاهرة المصريين اللي ساكنين في العشوائيات، اللي يمثلوا 12 مليون مواطن. 63% من سكان القاهرة ساكنين في العشوائيات. الخطاب القومي والرسمي والحكومي والأكاديمي والثقافي للأسف في مصر بيهمل هذا الكم الهائل. تلتين سكان القاهرة ساكنين في مناطق غير أدمية. غير أدمية هذه المناطق مش المسؤول عنها سكانها، بالعكس سكانها أبدعوا حلول رائعة جدا للتغلب على إهمال الدولة ليهم. الدولة ما مدتهمش ولا بالمواصلات ولا بالمرافق الحيوية ولا بالصحة، يعني عربيات الإسعاف ما تقدرش تخش جوه العشوائيات، ما عندهمش ساحات عامة وما عندهمش الحد الأدنى من الحياة الكريمة. احنا بنتكلم على 12 مليون مواطن، 63% من سكان القاهرة. دول ايه مكانهم في رؤية هذه الحكومة دلوقتي اللي بتتكلم وبتزعم ان هي مهتمة بمستقبل المصريين؟ انا عايز اسمع منهم هم رأيهم ايه.